السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على المشاريع نتاع المدارس نتاع كرة القدم الجزائر، تجربة نتاع اللي جاب بها زطشي في الجزائر في بناء مدارس نتاع كرة القدم، حيث أنه جام المدرسة تاع بارادو كان أول من يعني كانت موجودة المدارس هذه تاع كرة القدم في الجزائر في الأندية المعروفة كمدرسة حسين داي وجي اس كا، يعني وكل المدارس اللي نعرفوها. بصح هو جاب يعني اعطى نتائج عالمية، مدرسة تاع بارادو مدت نتائج عالمية، لان اللاعبين نتاع اللي تخرجوا من مدرسة تاع بارادو التحقوا بفرق عريقة يعني في اوروبا وخاصة في فرنسا، واللي هي فرنسا عندها المدارس، أكبر بلد عنده المدارس كرة القدم هو فرنسا. لكن رغم ذلك فيه لاعبين كتر، ماشي كتر يعني، فيه لاعبين من مدرسة بارادو اتصلوا التحقوا بالفرق فرنسية وأوروبية. إذن نقدر نعتبر مدرسة بارادو كأنها تجربة ناجحة. إذن هذا زطشي اللي كان رئيس نتاع المدرسة هذه نتاع الفريق بارادو والفريق نتاعها، دخل يعني بالفترة الرئاسية نتاعو ببرنامج نتاع إنشاء مدارس من هذا القبيل في بعض ولايات الوطن، ومنهم المدارس هذه اللي نجحت، اللي كملت الأشغال فيها. كاين مدرسة في بلعباس، في سيدي بلعباس، ومدرسة في مشرية، هذا الزوج مدارس انتهت الأشغال فيهم وفتحوا، خاصة في المدرسة تاع سيدي بلعباس فتحت الأبواب فيها للشباب اللي عندهم الموهبة باش يحضروا يعني يسقوا الموهبة تاعهم، وإن شاء الله تكون فيها نتائج أفضل من النتائج اللي تحصلت عليها بارادو. وبالمناسبة زيارة الوفد نتاع لافاف لتيليمسان، هناك مدرسة في تيليمسان وهي أظن أكبر مدرسة في الجزائر، اللي راهي قيد الإنشاء في تيليمسان وبالضبط في منطقة البلاطو تاع لالا ستي. وهذه المنطقة هذه مرتفعة، سان بلاطو مرتفع جبلي يعني في غرب تيليمسان. نروح نشوفوا هذا المشروع هذا نتاع تيليمسان. هنا رانا نشوفوا مدينة تيليمسان، وهذا هنا، هذا هو هنا منطقة البلاطو نتاع لالاستي. ونروح نشوف المشروع هذا وين وصل. هنا رانا في البلاطو تاع لالاستي، هنا نلاحظ هنا منطقة تاع فندق رينيسانس، هنا فندق رينيسانس، وهنا نشاهد البحيرة تاع لالاستي، وهذا الموقع تاع المدرسة كرة القدم تاع لافاف الواقع في تيليمسان. ومن بعد نزيد نرافق هذا الفيديو بالصور كي عندما ننتهي من
الشرح هنايا، نمر للصور اللي التقطت في الأسبوع هذا حول نسبة تقدم الأشغال في هذا المركز. والمركز هذا هنا المساحة نشوفوها هنايا، مساحة هنا مهيئة باش يديروا الملاعب تاع كرة القدم. وهذا هنا مركز نتاع الإيواء نتاع الإيواء نتاع الطلبة نتاع الرياضة، وكذلك المركز الصحي. هنا استغرب هذا الحائط هذا نتاع الكلوتير، استغربوه. نشوف يعني حتى هنا يعني قضية التهيئة غائبة. نشوف الشكل ديال الحائط هذا، والله أمر غريب. المفروض يكون خط مستقيم وتكون طريق هنا، يعني معليش طريق مازال مش موجودة، لكن نشوف الخط هذا نتاع المير دو كلوتير كيفاش يبان. شي رهيب شي رهيب. إذن هذا هو المشروع، ونشوف نعطي باش تكون عندنا فكرة على الحجم. هنا الطول هي 250 متر، حوالي 250 متر، 250 متر بالضبط. هنا نشوفها. إذن 250 متر قد ما تدير 3 أو 4 ملاعب عرضا بالعرض. كي نشوف العرض نتاعها، هنا عندنا 150 متر. إذن المركز هذا هو، ونترككم مع صور.